يعتبر الاقتصاد العراقي نفطيا في المقام الأول، كون النفط ومشتقاته تشكل المورد الوحيد لرفد خزينة الدولة. وهذا ما يجعل المختصون الاقتصاديون يحذرون الجهات المعنية بضرورة التخطيط لتنويع مصادر الدخل المادي، خوفا من حدوث كارثة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية كما حصل قبل 7 أعوام. إن النفط يأتي يوم من الأيام ينتهي النفط، مجرد أنه هو استخراج. ندعو الحكومة العراقية بأن تطور من الناحية الصناعية وكذلك من الناحية الزراعية، على اعتبار أنه العراق بلد زراعي ومختص بالمجال الزراعة وكذلك حتى المجالات الصناعية، وكانت لها دور كبير من خلال يعني الصناعات في خلينا نقول الأزمان السابقة. وبمحور تنويع مصادر الدخل المادي العراقي بعيدا عن المشتقات النفطية، تبرز دعوات النهوض الزراعي والصناعي، كونها تشكل ركائز اقتصادية للبلد لا تتأثر بالأسواق العالمية وتذبذب الأسعار فيها، فضلا عن أن أساس الاقتصاد العراقي كان زراعيا صناعيا قبل اكتشاف ثروة النفط. الاقتصاد العام العراقي يحتاج انه هو تنويع الدخل للموازنة العامة، نحتاج انه نعتمد على مصادر اخرى غير النفط، غير الانتاج النفطي المتواجد، نعتمد على الزراعة باعتبار هو بلد زراعي، بلد العراق وارض العراق بصورة عامة هي ارض زراعية، نعتمد على المصانع والتصنيع باعتبار انه العراق سابقا كان مشتهر بالصناعات عدة منها الدوائية غيرها. وكانت الحكومة العراقية قد واجهت أزمة مالية خانقة منذ العام 2014 وحتى 2018 نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا تحت 30 دولارا للبرميل الواحد، ما يزيد من مخاوف عودة الأزمة. فإن قررت عوائل النفط الخمسة العالمية تحجيم الأسعار مجددا، فهذا يعني نحر الاقتصاد العراقي لافتقاده لأي مورد مالي آخر غير الذهب الأسود. من البصرة أركان تقي، قناة اليوم.